السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيم كأداة فعالة في إدارة المشاريع، زي ما احنا عارفين البيم أو نموذجية معلومات البناء عملت ثورة في مجال القطاع الإنشاءات، من ناحية الجدوى الاقتصادية بتقدر تتحكم فيها أكتر، من ناحية التقنية، ففي مزايا كتيرة جدا على المدى الطويل لتطبيق البيم بكفاءة في مجال إدارة المشاريع. الحاجة لإدارة المشاريع أو إدارة الأصل هي عملية مستمرة من البداية للنهاية، من أول ما نفكر في المشروع من بري ديزاين لحد ما نيجي نهد المشروع، بنتعامل مع كمية كبيرة جدا من البيانات وبنتعامل مع مسؤوليات كتيرة جدا، فعشان كده البيم بيعتبر هو الحل الأمثل هو الحل الشامل. فمدير المشاريع بيحتاج إن هو يتبنى نموذجية معلومات البناء ويكون مستفاد بأقصى استفادة من البيم عشان يقدر يدير المشروع. البيم ممكن يفيدنا في حاجات كتير جدا. خلينا نتكلم سريعا على مثلا ان البيم بيسهل الاي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري او تسليم المشروع المتكامل، خطة متكاملة لتسليم المشروع بيتعاون فيها كل اطراف المشروع، كل التخصصات والجهود كلها بتندمج مع بعض، من مدير المشاريع، المصممين، المهندسين، الانظمة الموجودة في قلب المشروع، كلنا بنتعاون عشان نقدر نحقق المشروع بأقصى استفادة ممكنة وأقصى ربح لكل الأطراف المشروع وكل الموظفين. فلما بنستخدم تسليم المشروع المتكامل أو الـ IBD مع البيم بيكون فيه إمكانية أكتر إن احنا نخلص المشروع بشكل أسهل. البيم هيخلينا نسهل تبادل المعلومات بين جميع أطراف المشروع عشان نقلل التكلفة ونقلل الخطأ ونقلل التكرار. فالبيم تعتبر أداة فعالة لدمج المعلومات التفصيلية المتاحة من جميع الأطراف في نموذج متكامل ذكي، وده هيحسن إنتاجية فريق المشروع. فالبيم مثلا ساعدنا في كشف الاشتباك أو الكلاش ديتكشن، إن احنا نعرف المشاكل الموجودة فين من قبل ما نبدأ في المشروع، فنقدر نستخدم البيم، وبالذات لو في أكتر من طرف ممكن نشتغل كلاود ونكتشف أي اختلافات ونعمل التغيرات اللازمة. عندنا برضو قابلية البناء أو الـ Construction Ability، فهو بيدينا إمكانية إن يبقى في منصة نقدر إن احنا نتأكد إن الحاجة دي فعلا ممكن تتبني، ونراقب قابلية البناء. والبيم برضو بيسمح لنا بإن احنا نعمل أناليسيس بشكل أفضل أو بتحليل بشكل أفضل، بيتيح لك تحليل بصري أفضل للمبنى، بيضيف لك إن انت تقدر تاخد الموديل وتوديه برامج كتير جدا، تقدر تعمل لك تحاليل زي استهلاك الطاقة والإضاءة المثالية، ويقدر يوجد لك حلول أفضل زي تغيير المواد والاتجاه والكتلة والمساحة، فبيحلك مشاكل كتير جدا. فكرة إن أنت تشوف المبنى وهو بيتبني، أنت دي بوقت الزمن دي برضو حاجة ممتازة جدا، وتشوف تقدير التكلفة كل شوية دي برضو حاجة جميلة، وبتسهل نمذجة معلومات البناء ان تقدر تعمل محاكاة للبدائل المختلفة لمشروع البناء، وتساعد المديرين المشروع على التنبؤ بشكل قوي بايه عواقب القرار اللي هما هياخده، ونقدر نحدد التكلفة بشكل اقوى، نعمل استيميتنج للتكلفة. فزي ما انت شايف انت هتحسن جودة المشروع، هتسلم اسرع، هتعمل تحسين ومراقبة بين اطراف اصحاب المصلحة الستيك هولدر اللي في المشروع، تقدر تقلل هدر المواد، تقدر تحقق أقصى قدر من الإيرادات والتوفير في المشروع. فكل دي هتخلي أي مدير المشروع يفضل إن هو يشتغل بطريقة البيم. السلام عليكم.